مهرجان قراءة في احتفال لسنة 2023، تضم 3 تظاهرات نحتفي بها في هذه الطبعة، بدءا من 1 جوان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة. اليوم الأخير من هذا الأسبوع 7 جوان سوف تكون الاحتفالية اليوم الوطني للكتاب والمكتبات، بعد ذلك تاريخ 16 إلى غاية 22 وهو اليوم العالمي للطفل الإفريقي. البرنامج المسطر من طرف محافظة المهرجان بمعية وزارة الثقافة يتلخص في عدة محاور بالنسبة للقراءة، الكتابة، الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة، هناك تتمين للموروث الثقافي المحلي والإفريقي من خلال ورشات الرسم، ورشات الخط، هناك عروض تثقيفية على شكل أفلام، مسرحيات بالنسبة للأطفال لا سيما وهم على أبواب العطلة الصيفية. أما على مستوى الفضاءات العمومية سوف تجوب المكتبة المتنقلة مختلف الأحياء والبلديات، أين سوف نلتقي بنفس البرنامج المسطر مع أطفال المناطق النائية أو مناطق الظل. بعد 22 نبقى دائما في أجواء الكتاب على مدار فترة الصيفية من 22 جوان إلى غاية 31 أوت، تكون المكتبة فاتحة لأحضانها لكل أطفالها بالنسبة للموسم الصيفي في إطار الألعاب البيداغوجية للأطفال دون سن التمدرس، الورشات للكتابة، للقراءة، للرسم. نرجو أيام طيبة للأطفال.